منتخب روسيا بصراحه يعني بيأدي اداء كويس، وانا متوقع له نتيجه كويسه. حتى الماتش اللي كان معاه من لسه اخر ماتش ليه بصراحه انا كنت متوقع له هيطلع، بس ماتش اسبانيا وروسيا، بس هو بصراحه عمل شغل كويس خالص، وان شاء الله في نتيجه كويسه ليه. والله ده كاس العالم يعني كل اللي رايح راح يكسب، وخصوصا ان هم اصحاب الارض، فمفيش حاجه اسمها في كاس العالم فرقه يعني كويسه وفرقه وحشه، كل اللي رايح عشان يكسب. عندك فرق تانية كتيرة أسماء كبيرة، بس في حاجة اسمها يعني طموح الفوز، هم أصحاب الأرض. كرواتيا هتكسبه، توقع أن كرواتيا اللي هتكسبه. كفاية عليهم كده، ما كانش حد متوقع أنهم يطلعوا من المجموعات أصلا، خدوا مكاننا وطلعوا للثمانية هم. اللي أنا شايفه لا هيتوقف، مش هيكمل. لا أظن أنه يتوقف، هو كان موضوع أسبانيا عامل الجمهور عامل معاه يعني فرق كبير، لكن في فرق أنا شايف أنها هتوصل لآخر. أنا شايف كرواتيا يا فرنسا. اللي أنا شايفه يعني إن هو مش هيكمل، يعني كاس العالم ممكن تاخده فرنسا في النهاية، يعني في النهاية، لكن روسيا ما أعتقدش إنها هيكمل يعني. عموما مرحلة النوك أوت دي ما تقدرش فيها تحد من طموح، لأنه ممكن ماتش يخلص بجول، فلا ممكن يكملوا بعد كده، إيه المشكلة يعني؟ توقع إنه أي ماتش ممكن يخلص، طبعا بنسبة احتمالات، لكن لا ممكن يطمعوا كمان في أكتر من كده.